قصف مدفعي على مدينة الأطامني، قصف مدفعي من دير محردي على مدينة الأطامني والدخان تصاعد. الله أكبر. قصف مدفعي على مدينة الأطامني من حاجز دير محردي والدخان تصاعد بعد 9 غارات بالطيران. القصف المدفعي على مدينة الأطامني، الله أكبر، والدخان يتصاعد. قصف الطيران كان في هذا الاتجاه منذ لحظات، ولا يزال أثار الدخان يتصاعد. والآن قصف من حاجز دير محردي، قصف مدفعي، أول أيام عيد الأضحى المبارك.